إن هذا الاجتماع يهدف إلى عرض الدراسة المسحية التي أجرتها الإدارة الفنية لمشروع الصحة والصرف الصحي لمدينة انجمة بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية وأيضا التشاور حول ما إذا كان من الممكن تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع في أقرب وقت خطة تعتبر بمثابة خارطة طريق للتخلص من الأوساخ المتراكمة والمخلفات التي تنتجها مدينة انجمة وفي مستهل اللقاء أوضحت عمدة بلدية مدينة عنجمينة مريم جمعي بيت أن الاكتظاظ السكاني وهو من الأسباب الرئيسية في زيادة كميات الأوساخ التي تسبب الأمراض مثل الملاريا والإسهال والدستنتاريا ورغم محدودية الإمكانات فإن البلدية المركزية وبلديات الدوائر العشر كثفت جهودا لإزالة هذه الأوساخ مع العلم أن مدينة جميلة تنتج ألف طن من القمامة يوميا كما أصدرت البلدية قرارا خصصت فيه يوم السبت من كل أسبوع يوما للنظافة لإظهار روح المواطنة كما ان مسانده ودعم السلطات العليا بالبلاد حفز لجان النظافه وخدمات الصحه ودفعهم الى تضافر الجهود واضافت مريم جمعي بيت بان مشروع الصحه والصرف الصحي لمدينه انجمينا تمكن من وضع اليه لمعالجه مخلفات المستشفى المركزي ومعالجه المياه للاستفاده منها المدير العام للوكاله الفرنسيه للتنميه ابدى سعادته حيال الشراكه التاريخيه بين الوكاله وبلديه انجمينا لتقديم خدمات يستفيد منها سكان مدينه انجمينا وقد تابع الحضور العرض وابرز النقاط هي اشكاليه معالجه الاوساخ والمخلفات في مدينه انجمينا وكيفيه تدريب وتاهيل عمال النظافة وأيضا التنسيق مع بلديات الدوائر العشر بالإضافة إلى التسير الجيد لمعدات وأدوات العمل وقد يسهم ذلك كله في تنفيذ خريطة الطريق المراد تطبيقها بشكل يخدم المصلحة العامة